وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب سعادة السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم في نشرة أخبار الثالثة. هل لك أن تحدثنا عن دعم جلالة الملك المفدى للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين؟ مساء الخير، وأنتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين. واسمحوا لي في البداية أن أرفع لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من فصل التشريق الخامس، إذانا إن شاء الله بمرحلة جديدة تتضافر فيها الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما هو خير ورفاه لمملكة البحرين. وبالعودة إلى سؤالك، طبعا أتصور بأن المسيرة الديمقراطية والتي بداية دعمها تدشين المشروع الإصلاحي الذي أطلقه سيدي صاحب الجلال، والذي بداية استأنف الحياة البرلمانية في مملكة البحرين وأضاف عليها صبغة جديدة من خلال كذلك إضافة التجربة البلدية، وهي تجربة يعني نوعية البحرين سباقة فيها، وكذلك راعى هذا المجلس الجديد دعم المرأة بشكل خاص، ونحن اليوم نتشرف بأن هناك سيدات بحرينيات يتبوؤن مناصب يعني مرموقة في كافة المجالات، لا سيما كذلك في مجلس النواب وفي مجلس الشورى. المشروع الإصلاحي كذلك دشن وأرسى عمل ديمقراطي، يعني البحرين اليوم تضاهي به الممالك الدستورية. نتذكر دائما بأن الديمقراطية هي ممارسة، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك مؤسسات رديفة كذلك حرص صاحب الجلالة على أن تكون موجودة، وبالتالي فإن المشروع الإصلاحي قد استكمل بداية بناء تلك المؤسسات، إن كانت مؤسسات دستورية كالجهاز العدلي والقضائي، أو كانت كذلك مؤسسات أخرى رديفة كالجمعيات السياسية والجمعيات المدنية. رسالة الديمقراطية كذلك احتاج من خلال المشروع الإصلاحي أن يدشن كذلك عبر الرؤية الملكية السامية إلى حياة ديمقراطية حقيقية، بمعنى أن يكون هناك إطلاق للحريات، يكون هناك تسجيل كذلك إلى مؤسسات صحفية، يكون كذلك خيار أن تكون الصحافة هي سلطة رابعة أو خامسة في مملكة البحرين تتولى كذلك مراقبة باقي السلطات وتطرح رأيها فيما يتعلق بالشؤون البرلمانية وكذلك بالشؤون العامة في مملكة البحرين. أعتقد كذلك من أهم دعائم المسيرة الديمقراطية هو وجود يعني مجلس وطني به غرفتين، تتكامل هاتين الغرفتين في التشريعات. طبعا التعديلات الدستورية الأخيرة والتي يعني تمت في 2012 أكدت كذلك بأن المشروع الديمقراطي لمملكة البحرين مشروع متميز، بمعنى أننا بدأنا بوجود غرفتين لهما نفس الصلاحيات من خلال التشريع والرقابة، وبعد ذلك تم فقط الاقتصار على الدور الرقابي في مجلس المنتخب، وأضحى المجلس التشريعي الذي يتشرف بأن يعين أعضاءه سيدي صاحب الجلالة أن يتخصص ويتفرغ إلى التشريع. هناك طبعا العديد من الأمور التي دشنت هذه دعائم هذه التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين.